السلام عليكم، تحياتي لك أستاذ وسام وجزيل الشكر على دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن، دورة رائعة وممتازة وغنية جدا في المعلومات. أنا حاليا إلي 7 أشهر بتداول بسوق الفوركس والذهب، إلا إنه بتداول بدون لا منطق ولا استراتيجية. دورتك ما شاء الله يعني استراتيجية مدعومة في منطق، وأهم ما في الموضوع كان إنها عبارة عن GPS للمتداول وين موقعه في السوق عند التداول. يعني خلال الفترة هاي حققت أرباح، لكن كان برضو في مقابلها خسائر. ومن ضمن الخسائر هاي هي إنه التداول عكس التيار، تحديد الموجة بالذات الدافعة يعني بتحطك في الموقع الصح للتداول في إنك تاخذ بيع أو شراء، بالإضافة إلى الصبر لاكتمال الموجات، والصبر بالتداول إشي مهم كتير. فجزيل الشكر إليك، وأنا بعرف أنا بالنسبة إلي أنا لسه في البداية، وراح تاخذ وقت لضبط الاستراتيجية، لكن أهم ما في الموضوع إنها استراتيجية مدعومة في منطق. فالله يجزيك الخير وكل التوفيق لك أستاذ وسام. شكرا. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد في قناة العلم يعرف الكذب. سنقوم بتحليل البيتكوين، لأن البيتكوين قام بحركة قوية، موجة دافعة، ونريد أن نحلله لنرى ماذا لدينا. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة تليجرام مجانية، هذا هو رابطها، سأضع لكم أسفل في صندوق الوصف. في هذه القناة نضع آراء وأرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، نضع آخر عروضنا وآخر عرض، والحصول على دورتين بسعر دورة واحدة، دورة تحليل موجي ودورة برايس أكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من المعلومات، أفضل مدرستين يمكنكم تعلمها تعتمدا على المنطق فقط ب$197. سأضع لكم رابط الاشتراك أسفل في التعليقات ورابط تليجرام، خذوا الرابط كاملا. كل من طلب منك أن تدفع له بالكريبتو فهو نصاب، نحن نستعمل باي بال أو الحساب البنكي. لا تنسوا الذهاب الى الموقع bipperwavetrader.com. bipperwavetrader.com في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها، وكذلك بعض الكتب المجانية مثل الدليل الأساسي للشموع اليابانية للمبتدئين، يمكنكم تحميلها مجانا، تضغط على يبدأ الآن مجانا، تضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم نعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دورتنا التدريبية. طيب، حللنا أمس البيتكوين، وكانت هناك أمور كثيرة تحدثنا عنها، ومن جملتها قلنا أن البيتكوين طالما لم يصل إلى هذه المنطقة لست مهتما بتوقع الصعود. ماذا قلت؟ قلت أفضل منطقة كان ممكن الدخول فيها هي توقع راني فلات، وقلت إذا تم كسر هذه المنطقة وضعت لكم خطا على مستوى 39000 يجب تحول وقف الخسارة إلى بريك إيفن. يعني إذا دخلت هنا يجب أن تحول وقف خسارتك إلى أين؟ إلى بريك إيفن، إلى منطقة الدخول الآن. لماذا؟ قلنا أنه قد يكسر ثم يعود ويصبح هذا تصحيح يأتي الموجة. لماذا؟ ما هو هذا هو الإشكال الذي لا تستطيعون أن تفهموه، لأنه لدي زيادة في زخم هذه الموجة. هذا هو الإشكال أصدقائي، هذا هو إشكال كبير، زيادة في زخم هذه الموجة. ما دمت لم أصل إلى هذه المنطقة وبدأت أصحح فيها، لا أستطيع الدخول إلا في مناطق احترافية معينة مثل هذه المنطقة، لأنني سأقول أن هذا راني إنفلات، ربما حتى لن أكون متأكد، حتى أكون معك واضح. يعني إذا كنت داخل ستدخل، يعني الذي كان نطاق هنا، يعني إذا نزلنا إلى فريم الساعة سنجدنا هنا نطاق وكذا وكذا، وكانت هناك مومنتوم هنا، كان الدخول هنا، وكان وقف الخسارة فقط هنا، أو أكثر تقدير هنا لي 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 لأنه إذا أعطانا إكسباندين أنا لا أريد إكسباندين فقط. بالتالي هذا هو ريسكك أو خطرك، و عندما يصل السعر لهنا تحول خسارة البريك إيفن، لأنه لا تعرف متى قد يعود.
ولاحظوا الآن السوق كله يقول البيتكوين طار طار طار. لاحظوا هذه الحركة، الكل سوف يقول الآن البيتكوين طار البيتكوين طار البيتكوين طار. انتبهوا من هذا الأمر، عندما الكل يبدأ يقول البيتكوين طار هناك احتمال أن ينزل السعر، فانتبهوا. أحتاج أن أكسر هذه المنطقة، إما مستوى 43,520 أو 43,000 أو 44,528 و20 هكذا، يعني في المنطقة أحتاج إلى صعود قوي، ما هو هذا الذي قلنا تتذكرون، ثم أحتاج إلى تصحيح هنا، وهذا هو تأكيدي لصعود لكسر القمم، هذا هو تأكيدي للصعود الاستثماري لصعود إلى هذه المنطقة ثم إلى مستوى $100,000. نحن نتوقع صعود البيتكوين، لا نقول أن البيتكوين هو للنزول، لكن بعد اكتمال هذا الأمر والاكتمال، إما بنزول أخير قبل الصعود أو بصعود إلى هنا وتصحيح هنا قبل الصعود، لا أستطيع توقع غير ذلك. هل تعرفون لماذا؟ ليس لدي نطاق هنا. هل تعرفون إذا جاء إلى هذه المنطقة وصحح سيصبح نطاقي هو هذا، وهذا اختراق كاذب، كما لو أنا ولم يكن، يعني جاء السعر لهنا وأعطاني نطاق هذا النطاق، وهنا لم يكن، وهذا بوم وصعودك، أي تحضير هنا منطقة البيج باي. تلاحظون لماذا أريد هذا الأمر؟ تبعوا من هذا الأمر مهم جدا. بالتالي الآن ننتظر لنرى ماذا سيحدث. الصبر. إذا ضاعت عليك هذه المنطقة اصبر، لأن هذه المنطقة حتى يكون معك صريحة لن تكون مؤكدة. حتى لو اشتريت هنا، عندما يصل السعر إلى هنا ستحولك في خسارة، وقد تأخذ أرباحك، لأنه لست متأكد، لأنك داخل عكس هذا القوة، هذا الجدار. هذا صعب جدا، تغامر، لكن مغامرة يمكن يعني تستحق المغامرة. بالتالي هذا الآن تأكد لنا أنه راني انفلات، والدليل هو الصعود القوي. هل هناك زيادة في زخم الموجات؟ لحد الساعة لا. يجب الانتباه، كما قلت أحتاج الصعود إلى هنا، على الأقل إلى هذا المستوى، على الأقل أفضل أن يصل إلى هذا المستوى أولا، لكن إذا وصل إلى هنا وبدأ يصحح it's okay for me it's okay. هذا النطاق هو صعودي، لأنه إذا لاحظتم سيصبح هذا هو نطاقي، وهذا فيك أو اختراق كاذب، كل هذا شيء اختراق كاذب، وهذا هو تصحيح، هذا هو نطاقي، ثم بوم أي كسر قوي، هذا للصعود. تلاحظون لأننا كما قلنا هدفنا هو الاستثمار صعوديا شرائيا، يعني هو الاستثمار للصعود، هدفنا في البيتكوين ليس النزول. أنا دائما أقولها منذ مدة، هدفي هو إكمال التصحيح وبعد ذلك الصعود، إكمال التصحيح وبعد ذلك الصعود، أكرر، إكمال التصحيح وبعد ذلك الصعود. يعني بالتالي الآن إذا صعد البيتكوين ولم يتوقف وبقي يصعد، لم يعد، وأنا أقول انتبهوا، هناك احتمال كبير أن يعود، انتبهوا، إذا صعد إلى هنا وصحح صعود، توقع أن يصعد أولا إلى مستوى 69,000 كهدف أول، ثم الهدف الثاني سيكون، سأعطيكم الهدف حالا، سيكون إخوتي الكرام هو $100,000، $102,346. هذا هو الهدف الثاني أصدقائي. بالتالي انتبهوا من هذا الأمر. الآن البيتكوين لا زال لم يطر، هناك من سيقول بيتكوين طار طار طار، البيتكوين لا زال لم يطر، انتبهوا من هذا الأمر. ما دام جداري هو بيعي، انتبهوا، أنا أحذركم حتى لا يأتي شخص ثاني ويقول أنت قلت، كما قلت هذه منطقة هي المنطقة الوحيدة التي كان يمكنك فيها الشراء إذا كانت لديك استراتيجية لتداول ماذا؟ الرن فلات، وإذا كسر تحول وقت خسارتك إلى منطقة الدخول بريك إيفن، وتبتعد عن الشارت، لا تلمس البيتكوين. إذا عاد وأخرجك it's okay، من هنا نكرر المحاولة. إذا لم يخرجك وصعد وكان لديك يعني تشانس، أي تصحيح يمكنك إضافة صفقات أخرى إذا كانت لديك استراتيجية. تعرفون نحن لا نعطي لا توصيات ولا نصائح مالية ولا استثمارية. هذا هو تحليلي للبيتكوين، لنرى ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة، وسنراقب معكم البيتكوين يوما بعد يوم. إذا استفدتم من الفيديوهات وتريدون استغلال عروضنا والاشتراك في دوراتنا التدريبية، ما عليكم
للتحدث معي عبر هذا الرابط، هذا رابط تليجرام، أنا الذي أجاوبك مباشرة. لا تنسوا أن تفجروا لايكات، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم لا أقل ولا أكثر، وأن العلم يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.